مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج نجوم الجالية. كيف ما عودناكم في كل حلقة كيكونوا معنا ضيوف نجوم من الجالية المغربية اللي استطاعوا أنهم يتميزوا في مسارهم المهني كسفراء للمغرب في بلدان الإقامة. في الحلقة الجديدة من برنامج نجوم الجالية غادي نستضيفوا زهرة بويا، عالمة أرصاد جوية مغربية كتشتغل في المكتب الأسترالي للأرصاد الجوية. قدرات أنها تفرض وجودها في مجال الأرصاد الجوية وهي من نساء القلائل اللي كتشتغل في هذا الميدان. مرحبا بك لالا زهرة بويا، وكنشكرك بزاف على قبول دعوة برنامج نجوم الجالية في قناة أواصر تي في. أهلا بكم بزاف على الاستضافة. مرحبا زهرة بويا، أنت مواليد مدينة القنيطرة. نبغيو نعرفو أكثر على طفولتك في المغرب، وشنو هي الذكريات اللي كتربطك بالطفولة في هذه القنيطرة هذه؟ ملي تنذكر لك القنيطرة، شنو هي الذكريات اللي كتبقى راسخة لك في الذاكرة؟ القنيطرة فين تزاديت، كبرت، قريت، درت التعليم الابتدائي ديالي، الثانوي، الجامعي، فالذكريات كلها في القنيطرة. كانت ذكريات يعني، وانا كبرت في الاحياء الشعبية، فكانت واحد عندها واحد النكهة ديال البساطة، واحد الميزة اللي هي ماشي بحال الاحياء الاخرى. كانوا عندنا الدرب، بقى كنعقل الدرب ديال محلولين على بعضياتهم الناس. كان عندنا واحد الشكل ديال الالتحام، واحد الشكل ديال الانتماء. كنقولوا دربنا معناته بحال شي حاجه كننتميو ليها. كبرنا في واحد الجو اللي فيه واحد الدفء، واحد الناس كيتعاونوا مع بعضياتهم، الجار مع جارو في العيد مثلا، العواشر، رمضان. المرحلة الثانية في حياتي كانت هي المرحلة اللي انتقلت فيها الإفران، وهذيك عاوتاني عندها النكهة ديالها بوحديتها، فيها واحد الانفتاح، فيها الاندماج مع الناس الإفران والأزرو والطيبة ديالهم، واحد الدفء إنساني اللي عندهم. ومن هنا كنوجه تحية كبيرة للأصدقاء ديالي والصديقات اللي في إفران وفي أزرو. حصلتي على درجة الدكتوراه في الفيزياء من جامعة بن طفيل في عام 1999 قبل ما تنتقلي طبعا لأستراليا من بعد عامين. بغينا نعرفوا أكثر علاش وقع اختيار الهجرة على أستراليا، وشنو هي السياق ديال الهجرة الأسترالية؟ كيف جات الفكرة؟ قبل بين الدكتوراه ولا مع الدكتوراه في أستراليا كاين واحد المرحلة اللي هي مهمة بزاف، هي المرحلة اللي انتقلت فيها الجامعات الأخوين. وهذه المرحلة كان عندها لعبت واحد دور كبير في حياتي، لا من ناحية المهنية، لا من ناحية الأكاديمية، لا حتى من ناحية الشخصية. والفضل في هذه المرحلة كلها كيرجع للأستاذ ديالي البروفيسور خالد لودي، اللي كنوجه ليه واحد تحية ديال الشكر والامتنان وتحية ديال التقدير من هنايا. كان ثق فيا وآمن في قدراتي، فهو كان أستاذي، هو المشرف على البحث ديال الدكتوراه، وفي نفس الوقت كان هو رئيسي في العمل، فأعطاني موضوع كبير. الموضوع ديال البحث ديالي ديال الدكتوراه كان هو جزء ثاني من الدكتوراه ديالو، من البحث اللي خدا فيه هو الدكتوراه في مختبر اللي هو كبير بزاف في الولايات المتحدة الأمريكية. فهذا كان عطاني واحد مسؤولية كبيرة وخلاني نجتهد ونكافح باش نكون عقد هذيك المسؤولية اللي عطاني. من ناحية العمل عاوتاني كان هو المشرف على الرئيس ديالي والمشرف على المختبرات وشعبة الفيزياء كلها. وفاش بدينا حنا في جامعة الأخوين بدينا بتجهيزات حنا من الأول، يعني الدفعة الأولى تخرجت معنا ديال مهندسين من مدرسة العلوم والهندسة ديال في جامعة الأخوين. هذه عاوتاني كانت واحد الحاجة اللي علمتني كيفاش نجتهد وكيفاش نكافح وكيفاش نكون، يعني نكون قد واحد المسؤولية اللي هي كبيرة. نرجعوا لأستراليا، فإذا كانت فكرة الهجرة يعني قائمة وكل واحد فينا كيهاجر الأسباب، ففي اعتقادي الشخصي أن أستراليا يعني هي أحسن وجهة. فبغض النظر على
المناخ، طبيعة، الشعب الأسترالي اللي هو واحد الشعب ودود اللي كيتقبل الآخر وكي كيخليك تندمج بواحد السرعة. كاين فرص الحياة، كاين فرص العيش، كاين واحد ثقافة أخرى هنايا في اللي هي ثقافة الاعتراف. الإنسان إلا كافح تتبان له النتيجة. نعم، وهذا الشيء طبعا يعني سهل لك ظروف الاندماج في بداية الهجرة. أكيد أكيد. نعم، انت واحدة من النساء يعني القلائل اللي استثمروا حياتهم المهنية في تخصص الأرصاد الجوية، وتخصص هذا ما كنعرفوه ماشي سهل. بغينا نعرفوا واش هذا كان يعني حلم من الصغار، وبغينا نعرفوا منين جا هذا الاهتمام بهذا المجال. انت واش في الأسرة ديالك يعني انت الوحيدة اللي مهتمة بهذا المجال، او لا يعني كان اهتمام عند الإخوة ديالك كذلك؟ بغينا نعرفوا أكثر. الأمانة يعني طقس الفضاء جا معايا بالصدفة، كما تقولوا مجبر أخاك لا بطل. هادشي اللي جرى معايا، أنا فاش جيت لأستراليا ما لقيتش الخدمة. أنا جيت عندي دكتورة ديال من المغرب، دكتورة في الفيزيك. فهنا كاينة واحد القضية في أستراليا، هو أن سوق العمل كيطلب مهارات اللي هي محلية. فكل المهاجرين او جل المهاجرين اللي كيجيو على المهارات، مثلا المهندسين، دكاتره، كيخصهم يديروا معادله الشهاده او ياخذوا تدريبات او تكوين على حسب كل واحد شنو باغي يدير. انا ما كانش عندي استعداد ندير شي حاجه اخرى، فبديت كنقلب وكنتصل بالجامعات اللي هنايا باش زعما لقيت شي بروجي ولا شي مشروع اللي نبني على داكشي اللي خدمت فيه في المغرب. وكانت واحد الحاجة اللي هي مهمة، هي أنني خديت منحة من جامعة نيو ساوث ويلز، اللي هي كانت واحد المنحة اللي هي مرموقة. فبمجرد ما خديت هذيك المنحة صافي ترسم، يعني عرفت المسار ديالي في البلاد. في 2009 التحقت بمركز الأرصاد الجوية الأسترالي، وبالضبط فرع طقس الفضاء، ولكن التحقت كباحثة، ما كانش عندي ماشي خبيرة توقعات طقس الفضاء. أنا التحقت بواحد المجموعة اللي هي كتخدم في مشاريع اللي هي برامج لواحد الطبقة ديال الأيونات اللي هي مهمة للمستعملين الأقمار الصناعية، المستعملين الاتصالات العالية التردد. حتى 2011 عاد اختاروني ورشحوني باش ننضم لهذاك الفريق ديال الناس اللي كيكونوا مختصين في توقع طقس الفضاء. وخديت تجربة، خديت تكوين وتدريب وانضميت للفريق. فمن 2011 وانا كنخدم كخبيرة توقعات طقس الفضاء. جميل، نبغيو نعرفوا يعني اكثر المهام ديالك يعني بالتفصيل، لان هذا مجال شويه معقد. نبغيو نعرفوا اكثر يعني المهام ديالك شنو هي من ضمن هذا الفريق باش نبسطوا للمشاهدين. انا كندير جوج خدمات، واي واحد فينا اي واحد كيدير توقعات طقس الفضاء في المجموعه ديالنا كيكون عنده كيدير هذيك المهمه ديال توقعات طقس الفضاء في واحد الفتره اللي كتجينا النوبه، كل واحد النوبه ديالو. في هذيك الفتره اللي تنكون فيها انا اللي مسؤوله على توقعات، كنكون صافي منفصله مفصوله على كل ما يجري، كنكون عندي التركيز على توقعات طقس الفضاء والتقارير. ففي هذيك الفتره المهمه ديالنا هي اننا كنراقب الشمس، يعني بواسطه تحليل واحد الكميه كبيره بزاف ديال الصور ديال المعطيات. في حالة ما كنخصنا نكونوا في حالة تأهب لشي حاجة اللي غتوقع، فهاديك هذا كنحضرو حنا واحد المنظومة ديال الإنذار اللي كنصيفطوها لمستعملي التكنولوجيا أو الأقمار الصناعية. من ناحيتهم هما تياخدوا الإجراءات اللازمة، فباش كنحدوا من تأثير طقس الفضاء على كل هالتكنولوجيا اللي حنا كنستعملوها في حياتنا اليومية. نعم، باش ما كنكونش كندير هاد الخدمه، وكل واحد فينا عنده واحد الاختصاص ديالو كيدير فيه البحث. فانا الاختصاص ديالي في واحد هو تكوين نماذج لواحد طبقه الايونات اللي هي
اللي هي كتكون مهمة بزاف في المستعملي الأقمار الاصطناعية والاتصالات وتحديد المواقع. نعم، يعني في بداية الأمر واش كان الاندماج سهل ضمن الفريق؟ واش كانت يعني كان عمل يعني كاين مساعدة؟ واش حسيتي أنه الاندماج مع الفريق كان سلس في العمل ديالك؟ الأمانة كان كما قلت المجتمع الأسترالي كي ودود كي يتقبل الآخر، يعني وهذا كيسهل لك باش تندمج في المجتمع. من ناحية العمل هو الطقس الفضاء المجال نفسه صعيب، فكاين شوية ديال التحديات كاين صعوبات، ولكن أنا الأمانة عندي كل تشجيع كل من الزملاء ولا رؤسائي في العمل. نعم، جميل. بلا شك يعني عشتي فترة الجائحة اللي كان عندها تأثير على الصيرورة ديال العمل، يعني كيفاش انت عشتي هذه الفترة هذه؟ واش شنو كانت الأساليب ديال العمل البديلة خلال هذه الفترة ديال جائحة كوفيد 19؟ الجائحة كانت هنايا كانت شوية كانت تسيطر على الفيروس هنايا في أستراليا في الأول. كنا فدينا في مارس بدينا كنخدمو من الدار، فكاين في واحد الوقيتات اللي كاين فيهم واحد السرية المعلومات كان خصنا نمشيو ونخدمو في يعني في المركز. رجعنا دابا الخدمة، رجعنا كنخدمنا رجعنا ب 50% مثلا، اللي كيخدم 5 ايام كيخدم يومين، سيمانه كنخدموا يومين في الدار وسيمانه كنخدموا 3 ايام. حاليا اليوم وشي 3 ايام دابا لاول مره من بعد مارس العام اللي فات عندنا واحد سميتو لوك داون، ما عرفتش كيفاش نقولها لك، الحجر الصحي. الحجر الصحي اسمحي لي. نعم، هذا ده لانه بانوا شي حالات بزاف وبداو كينتشروا، فهاد السيمانه هادي حنا رحنا في الدار داك الحجر الكبير، يعني ما كان الا المسائل الضروريه. نعم، انت دابا الان يعني عشتي فتره طويله في استراليا، نبغيو نعرفوا التصور ديالك للوضع الاجتماعي والمهني للمراه العربيه والمغربيه خصوصا في استراليا. واش كتشوفي انه يعني وضعيه هي مرضيه بالنسبه للمراه؟ وكيفاش كتصوريها من خلال موقعك الان وانت عشتي فتره طويله في استراليا؟ المرأة المغربية كيف ما في العالم كامل المرأة يعني متميزة، هنايا في الأسترالية يعني في كل المجالات، في الإعلام، في التعليم الجامعي يعني التعليم البحث العلمي، في الفنون التشكيلية، في الخدمات الاجتماعية، كاين النساء سيدات أعمال اللي وصلوا بالتراث ديالنا يعني بالقفطان المغربي وبالمنتوجات المغربية بأحسن وجه هنايا لأستراليا، يعني بكل موضوعية المرأة المغربية متميزة، بالإضافة للدور اللي كتلعبو الأساسي في الأسرة كتكون بارزة في المجال ديالها. وكنوجه تحية كبيرة للنساء المغربيات لها في المغرب لا خارج المغرب. نعم، لاله زهرة، واش فكرتي من خلال يعني في خضم هذا المسار ديالك، واش فكرتي يعني في البدايات انك ترجعي للمغرب وتستقري فيه باش يعني تقدمي الخبرة ديالك في مجال ديال طقس الفضاء؟ لانه هذا كنعرفو كيف ما قلت القليل من النساء اللي كيقتحموا هذا المجال. واش جاتك كانت هذه الفكرة واردة في البدايات؟ والفكرة كاينة، اي واحد ما كيكرهش يرجع، الفكرة كاينة غير هي التوقيت تنفيذ، وتوقيت التنفيذ هي اللي شويه صعيبه، وانا عندي لي الشرف انني نساهم باي حاجه في يعني في المغرب، وانا راه الاشاره فهذا كيشرفني، وعلى الاقل نرد شويه لان انا منتوج مغربي، انا جيت هنايا جيت عندي دكتوراه من المغرب متكونه يعني. نعم، الآن واش كاين يعني مشاريع علمية جديدة كتشتغلوا عليها في إطار هذا المرصد ديال الطقس الفضاء؟ كاين مشاريع في اللي هي كتخص كتخص يعني البحث اللي هو عنده واحد الصلة بالمركز، وعندي شراكات مع الدول الآسيوية هنايا، مثلا في ماليزيا طلبة الدكتوراه اللي كنأطرهم،
ولكن هذا الشيء كيكون في واحد الإطار اللي هو ما بين مؤسسات، بحكم أنا ماشي في مركز اللي هو فيه البحث العلمي، فكنديروا البحث العلمي ولكن ماشي البحث العلمي المحض، يعني البحث العلمي اللي هو يعني جاي من واحد الطلب اللي خصو يكون عنده واحد التطبيق لواحد واحد القطاع اللي هو يا إما قطاع الأقمار الصناعية يا إما قطاع الاتصالات. حاليا كاين محاولات، ولكن شوية كاين شي صعوبات، ولكن يمكن الله بحالاش مثلا ييسر. الصعوبات؟ حاليا يعني لأن أنا كشخص نتعامل، ولكن خص يكون اتفاقية ما بين المؤسسة اللي غنتعامل معها والمؤسسة اللي أنايا كنخدم فيها، فأي اتفاق ما كيكونش معايا أنا كشخص فغيكون مع نعم، المؤسسة يعني يكون تواصل بين المؤسسات نفسها. نفسها، ماشي نعم أنا كشخص. نعم مدام زهرة، حاليا مع الجامعات اللي في ماليزيا، فأنا كنأطر طلبة ولكن في واحد الإطار اللي هو ما بين المؤسستين، ماشي ما بيني أنا مباشرة وبين الجامعة. يعني الآن موازاة مع العمل ديالك في المرصد، واش عندك يعني كذلك يعني تأطير الطلبة في أستراليا مثلا من خلال التجربة اللي راكمتيها؟ طلبة ديال الطلبة اللي هما طلبة الإجازة اللي كيجيو كيديروا تدريبات عندنا، طلبة الدكتوراه في الجامعة، لأن أنا ماشي في الجامعة، أنا في مؤسسة اللي هي كدير البحث العلمي وهي كاين فيها البحث وفيها العمليات، فالطلبة كلهم تيكونوا من الجامعة. أنا كنكون كنأطر الجانب واحد الأستاذ آخر اللي تيكون هو عنده في الجامعة. نعم، واش كاين حضور ديال الطلبة المغاربة في، واش سبق لك يعني تلاقيتي مع طلبة مغاربة من خلال هذه التجربة؟ ما سبقش لي شفت طلبة هنا، كاين في مجالات تانية ولكن في طاقة الفضاء ما سبق ليش، نعم ولكن كاين في مجالات أخرين. نعم بذكر الطلبة، شنو هي النصيحة اللي تقدري تقدمي يعني للطلبة جوستومون اللي مولوعين بهذا المجال الأرصاد الجوية وباغين جوستومون يتبروا في هذا المجال، شنو هي النصيحة؟ النصيحة هو التكوين الأول، خصهم يتكونوا في مجال اللي هو قريب، والواحد يآمن بالأحلام ديالو ويضرب تمارة ويوصل لها، يعني الإنسان إلا عنده واحد الحلم يكافح ويوصل له. نعم الله زهرة، شكرا لك بزاف مرة أخرى على حضورك معنا، وكنتمنى لك المزيد من التألق في مسيرتك المهنية. كنشكركم بزاف ونتمنى لكم مسيرة موفقة إن شاء الله. شكرا لك الله زهرة. أما أنتم مشاهدينا الكرام، فنتلقاو في موعد آخر مع نجم آخر من نجوم الجالية. تبقوا على خير.